لطالما كان الفن انعكاساً للحياة بكافة تجلياتها، فقد حافظ على كونه قبلة لمحبيه في زمن فيروس كورونا وما تبعه من إغلاقات ثم عودة تدريجية للحياة المعتادة. وقد تشكل عودة العمل في المتاحف والمسارح في روسيا إحدى تجليات العودة للحياة الطبيعية بحسب البعض، لكن ارتياد هذه الوجهات الفنية في موسكو بات محصوراً على مكتسبي المناعة ضد فيروس كورونا، ويقصد بهؤلاء من تلقوا اللقاح أو أصيبوا سابقاً بالفيروس وتولدت لديهم الأضداد على خلفية ذلك. هذا الإجراء جوبها في البداية بالكثير من الامتعاض وردود الفعل السلبية، لكن الأمر بات مختلفاً الآن. لم يكن مفهوماً في بادئ الأمر كيف سنعامل الأجانب ممن تلقوا لقاح فايزر مثلاً، لكن الأمر بات واضحاً أخيراً حيث صار دخول معارضنا متاحاً لهؤلاء على أساس الرمز الذي يحملونه من بلدانهم. معرض الفن الحديث هذا هو أحد المعارض الموسكوفية المتاحة حالياً بشكل مجاني عبر ما يعرف بأسبوع المتاحف، وهو يشتهر بكونه فرصة نادرة لمحبي هذا النوع من التذوق الفني. الإجراءات المصاحبة لهذا الأسبوع تضع نصب أعينها ضمان استمرارية ارتياد الأماكن المحبوبة رغم الظرف الوبائي. ربما يمكن فهم البعض، حيث أجبرنا على ارتداء الكمامات بداية ثم وصلنا إلى إلزامية التطعيم. على أي حال، الوضع بات مختلفا حاليا، وهناك توجه للتكيف مع الأمور. زيارة المعارض حاليا ليست سهلة بالنسبة للبعض ممن رفضوا التطعيم لأسباب ودواعي مختلفة، لكن هؤلاء يمكنهم الحصول على الرمز المطلوب عبر اختبار PCR والذي سيكون مقبولا ليومين. ورغم ما قد تشكله الضوابط الأخيرة للبعض من تضييق، يقر قسم آخر بمستويات التنظيم الحالية إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الفائت، ليبقى الوضع الراهن كما يبدو أفضل من سواه عبر ما يوفره من فرص لارتياد آمن للمتاحف والمسارح وكل الوجهات الفنية. قرار السلطات حصر ارتياد المسارح والمعارض على ذوي المناعة ضد فيروس كورونا قسم المجتمع الروسي بين مؤيدين للأمر ومعارضين له في البداية، غير أنه دفع لاحقاً البعض إلى القبول بالتطعيم المضاد في سبيل شغفه بالمتاحف. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.